ما فضل صلاة الضحى؟ وهل يجوز أن يصلي ال4 ركعات اللواتي قبل الظهر بعد انتهاء صلاة الضحى؟ صلاة الضحى سنة مؤكدة وفيها فضل عظيم، لأن الوقت الذي بين صلاة الفجر وصلاة الظهر وقت طويل يغفل فيه الناس، فإذا صلى صلاة الضحى فقد عاد إلى ربه عز وجل وشغل بعض الوقت بذكر الله، ولم يطل عليه الفصل بين الصلاتين صلاة الفجر وصلاة الظهر. هذه الصلاة فيها أجر عظيم لأنها في وقت يغفل فيه الناس لطول الوقت بين صلاة الفجر وصلاة الظهر، لقوله صلى الله عليه وسلم: صلاة الأوابين حين ترمض الفصال، يعني صلاة الضحى سماها صلاة الأوابين، وهذا مدح لمن يصلون صلاة الضحى، وكونها تؤخر إلى أن تنزل حرارة الشمس على الأرض في آخر الضحى أفضل، وإذا صلاها في أول الضحى فلا بأس، فهي صلاة عظيمة وصلاة فيها أجر عظيم، وأقلها ركعتان وأكثرها 8 ركعات، كل ركعتين بسلام مثنى مثنى. وأما الراتبة التي قبل الظهر فإنها لا تصلى إلا بعد دخول وقت الظهر، فلا تصلى قبل دخول وقت الظهر. نعم.